صاحبه بعربيه فضل يكلكسيني جامد وطلعني طلع صورتي من الموبايل بتاعه وقال لي ده انتي وبرافو عليكي. وبجد كنت مبسوطه جدا، يعني بفرح قوي لما حد بيقول لي انتي ضحى وبرافو عليكي وعاش واستمري. بجد انا ببسط جدا وبقول له انا هكمل بسببهم بجد. بجد في المستقبل او قريب جدا ان انا يبقى عندي اكبر شركه شحن في مصر بتخدم البنات اللي بتشتغل اونلاين او الشباب برضو، بس انا كنت عامله يعني الموضوع ده خصوصا للبنات ان هي دايما بتواجه صعوبه في موضوع توصيل الاوردرات. فانا نفسي بجد يبقى عندي اكبر شركه شحن بتخدم البنات اللي بتشتغل اونلاين.